بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا في تعز وعدن، ما الإجراءات التي اتخذت على المستوى الرسمي والشعبي؟ انسحاب المستشفيات والأطباء من خوض معركة ضد كورونا، هل هو عجز أم تنصل من المسؤولية؟ كيف يهتم اليمنيين بسلامتهم؟ وما هي بدائل الوقاية إذا غاب العلاج؟ أهلا بكم. عشر حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن في الوقت الذي أغلقت فيه بعض المستشفيات أبوابها مقدرة حجم الخطر، ما تزال الأسواق والمساجد مفتوحة لتشكل بؤرة تجمع بشري يمكن أن ينتقل من خلالها الفيروس بشكل سريع لا يمكن لأي نظام صحي تفادي آثاره. فكيف سيكون الحال مع نظام صحي متخلف ومتهالك يعتمد على المساعدات الدولية ويفتقر لأبسط الاحتياجات الضرورية؟ كيف يمكن للسلطات المحلية مواجهة الوباء بينما تعجز منذ 3 أيام عن تطبيق التعميم الصادر عن المحافظ بإغلاق منافذ المدينة والأسواق والمساجد؟ وكيف يمكن لعموم الناس الوقاية الشخصية من انتقال العدوى والمحافظة على مستوى أفضل من المناعة؟ يواصل وباء كوفيد-19 تسجيل حالات إصابة جديدة في اليمن، مع وصول العدد الإجمالي إلى 10 حالات توفيت منها 3 في عدد من المحافظات. السلطات المحلية في تعز أصدرت تعميماً بإغلاق جميع منافذ المحافظة ومنع دخول الوافدين ما عدا البضائع والسلع الغذائية والالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل. ورغم مرور أيام على صدور التعميم وتسجيل أول وفاة بالوباء في المدينة، إلا أن مستوى تنفيذ القرار لا يرقى لحجم الخطر الذي تواجهه المحافظة، فالأسواق لا تزال مفتوحة وكذلك المساجد وغيرها من نقاط التجمع التي يحتمل أن تكون بؤرة لتبادل الفيروسات والإصابة بها. منظمة الصحة العالمية قالت أن فيروس كورونا يحتمل أن يؤثر على أكثر من نصف اليمنيين، وبينما تسود حالة من القلق جراء الانتشار السريع المحتمل للفيروس، أغلقت عدد من المستشفيات أبوابها في وجوه المرضى بسبب عدم قدرتها على تأمين الحماية الكافية لطواقمها الطبية وبقية المرضى بأدوات السلامة والوقاية من العدوى. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها بصدد تقديم 400 جهاز تنفس صناعي جديد، إضافة لقرابة 250 جهازاً تم تقديمها سابقاً. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، فسيظل مرض كوفيد-19 يشكل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبع مخالطيها على النحو السليم حتى وإن كانت حالة واحدة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعي الدكتور أدم الجعيدي، المدرب في مواجهة ومعالجة كورونا وعضو غرفة الطوارئ بمكتب الصحة بتعز، عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير دكتور أدم. أهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور أدم. ما هي مستجدات انتشار فيروس كورونا بتعز؟ أطلعنا على آخر المعلومات. أولا أهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين، ونتمنى الصحة والعافية لجميع المواطنين في هذه المدينة وكل ربع هذا الوطن. بالنسبة للوضع الحاصل، طبعا الوضع تعرفون الوضع الصحي من السابق وحتى الآن، يعني هو وضع كارثي بالنسبة لليمن بشكل عام ولمدينة تعز بشكل خاص، خصوصا مع اندلاع الحرب واستمرار الحرب الذي يفرض على هذه المدينة منذ أكثر من 5 سنوات. نعم. إذن هل المؤسسة الطبية مهيئة في المحاجر والأجهزة لاستقبال حالات في حال الانتشار لا سمح الله؟ طبعا بالنسبة للمعازل الصحية، طبعا هناك الآن يتم تجهيز مركز عازل في مستشفى الجمهوري، وقد بدأنا باستقبال الحالة الأولى التي أعلن عنها وهي إصابة مؤكدة.
واستقبلناها في المستشفى، طبعا في عناية المستشفى الجمهوري والذي خصص لمركز العازل، كون المركز يتم تجهيزه يعني لكنه بخطى يعني بطيئة، لا ندري يعني هناك دعم أو إمكانيات بسيطة جدا لا تكاد تذكر يعني مقارنة بحجم الوباء الذي سيجتاح. يعني مع الأسف إلى الآن هناك فقط الذي وصلت من الدعم فقط جهازين تنفس صناعي، وهذا أعتقد لا يساوي شيء مقابل حجم الكارثة وحجم بحجم منظمة الصحة العالمية ودعم منظمة الصحة العالمية للمدينة. نعم. تعداد سكانها يعني لأكثر من 2 مليون أو أكثر من 3 مليون. نعم. نسمة. جهازين تنفس صناعي في مقابل كم احتياج المحافظة دكتور؟ طبعا بالنسبه للمحافظه تعرفون يعني مدى نسبه الاجهزه التنفس الصناعي كم موجوده في المدينه، يعني الموجوده حاليا او الموجوده حتى من السابق منذ فتره، يعني الاجهزه الشغاله التي تشتغل في العنايات المركزه سواء في المستشفيات الحكوميه او في المستشفيات الخاصه يعني اعتقد لا تتجاوز ثمانيه اجهزه تنفس صناعي، بالاضافه الى جهازين تنفس صناعي الذي يعني اتى بالدعم من منظمه الصحه العالميه على اساس لمركز العازل الذي يجهز حاليا في مستشفى الجمهوري، واعتقد نعم. هذا ما هي قدرة الاستيعاب يعني كم الكارثة كم يعني هذه الأجهزة لكم حالات، كم ستستفيد منها حالات؟ جهازين يعني بالأول والأخير، يعني طبعا المركز مركز كبير، يعني بيكون مركز كبير وسعة استيعابية كبيرة، لكن الحالات التي سوف تدخل مضاعفات والتهابات شديدة في الصدر وإلى فشل في الصدر، هذه تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، يعني الجهاز الواحد لمريض واحد فقط كما تعرفون. نعم. إذن الآن كم هي عدد الحالات التي سجلت في تعز؟ طبعا حسب مكتب الصحة وحسب الجهات الرسمية، هو الحالة الموجودة لدينا في العناية المركزة والتي يتم التعامل معها، ويعني أحد المخالطين لهذا المريض يعني. نعم، يعني قمتم بإجراءات فحص للمخالطين للمريض وعزلهم؟ طبعا هذا اجراءات تم التعامل معها من قبل الاخوه في مكتب الصحه وفرق الترصد الوبائي والاستجابه السريعه، يعني قاموا بدور جبار ودور كبير رغم شحه الامكانات الموجوده لديهم من واقيات وايضا سياره اسعاف الى اخره، لكنهم بذلوا جهود جباره في ظل وضع يعني يكاد يكون كارثي بالنسبه للامكانيات وبالنسبه لثقافه المواطنين حتى. يعني حتى يعني تلقوا صعوبة، أو نحن في المستشفيات حتى نتلقى صعوبة في جمع المعلومات من الناس، أو حتى في كيفية توصيل المعلومات إلى هؤلاء الناس بأن الفيروس هو مرض عادي، يعني أو وليس عيب أن تعلن أنك مثلا مريض أو أنك أتيت من منطقة موبوءة لكي يعني يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. نعم، إذا حدثنا عن الإمكانيات المخبرية والطبية، كم سعة المحجر، لكم سرير، هل لديكم الفحوصات اللازمة لمعرفة هل هذا الشخص مصاب بكورونا أم لا، كافة التجهيزات؟ بالنسبة للتجهيزات طبعا هناك الآن طبعا المركز العازل الذي يجهز بدعم منظمة الصحة العالمية وبتنفيذ مكتب الصحة هو يجهز حاليا، لكن هناك خطوات بطيئه طبعا وامكانات بسيطه، نتمنى يعني من الجهات الرسميه والحكومه ان ينظروا لهذا الامر يعني بشيء عاقل، لانه الامر لا يحتمل التاخير، فقد بدا الوباء واستوطر الوباء حاليا وبدات الحالات، يعني الان اضطرينا لاخذ يعني العنايه المركزه لدى المستشفى الجمهوري ويعني جعلها غرفه يعني معزوله فقط لهذا المريض الذي في العنايه الان، وبقي وتم إخلاءها تماما إلى أن يتم تجهيز المركز الذي حاليا هو بصدد التجهيز على أساس بإذن الله سيكون في اليومين القادمين حسب مكتب الصحة يعني. نعم، إذا هل تم احتواء مواقع تواجد هذه الحالة الدكتور الذي اكتشف فيها المرض وعمل الفحوصات اللازمة لكل المخالطين وللمنطقة التي كان فيها؟ طبعا يعني الاخوه في فرق الاستجابه السريعه وفرق الترصد الوبائي والاخوه في مكتب الصحه يعني بذلوا جهود جباره في هذه الاشياء ونزلوا الى الحي، ويعني لاقوا صعوبات ايضا من الناس يعني وثقافه الناس حول
كالوقاية حول معرفة المخالطين، وكانت هناك أخطاء لكن بإذن الله يعني لن تتكرر من قبلهم. لكن يظل هناك يعني نقص في الإمكانات، يظل هناك نقص في الوعي لدى الناس، في الثقافة لدى الناس، وأيضا بالجانب الآخر في المستشفيات يعني وهو الأكثر الآن اللي هو يؤرق الجميع بالنسبة للإمكانيات المتوفرة. يعني إذا كان أجهزة التنفس الصناعي جهازين يعني يوفروا لمدينة تعز فهذا يعني يعتبر كارثة. يعني أنت تقول للناس من الآن يعني يعتبر أنك يعني تعترف بأن يعني أنت لم تنطق وتقول أن هناك مناعات قطيع، لكن يعني على وجه أو على الواقع يعتبر هذا الآن يعني مناعات القطيع الآن تتخذ من قبل الحكومة أو من قبل منظمة الصحة العالمية. أيضا الحاجة الأخرى وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية، يعني نعم. وسائل الحماية الشخصية هناك إمكانات. قبل أن نصل لهذه الإجراءات دكتور آدم سنتحدث عنها لاحقا، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عمار العجمي ماجستير جراحة عام مستشفى جبلة الجامعي عبر الهاتف من إب. مساء الخير دكتور عمار. مساء النور لكم جميعا ومساء النور لجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا بك، وأود أن تحدثنا عن فيروس كورونا في إب، هل هناك احتياطات؟ هل قمتم بعمل يعني حملات توعية وتجهيز محاجر صحية ومعازل وما إلى ذلك؟ بالفعل هناك جهود جبارة في مركز العزل في مستشفى جبل الجامعي ومركز العزل في السحول. في مستشفى جبل الجامعي بإدارة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد أمين المطري رئيس جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية مدير مستشفى جبل الجامعي، وفي مركز العزل في السحول بإدارة الدكتور أيمن السادة. طبعا أنا قمت بالأمس الأول بزيارة لمركز العزل في السحول ورأيت الترتيبات والتجهيزات ولمستها، كانت ترتيبات وتجهيزات جيدة وكاملة في الإعداد للمواجهة. ما هي هذه الترتيبات؟ ما تفاصيلها؟ كم عدد الأسرة؟ هل لديكم أجهزة تنفس صناعي؟ الأجهزة المخبرية اللازمة لفحص الفيروس؟ نعم، هناك موجود في مبنى المعهد الوطني في السحول، تم تجهيز المبنى بالكامل للاستعداد لمواجهة فيروس كوفيد-19. طبعا مقسم إلى ثلاثة أدوار، في الدور الأول الحالات المشتبهة، وفي الدور الثاني أيضا مجهز بطريقة الترياج أو الفرز في البداية قبل استقبال الحالات، حيث يتم تحويلهم أيضا إلى وين بيكون، يعني بيكون بالحالات المؤكدة، بالحالات المشتبهة، بالحالات الحرجة. أيضا في الدور الأخير موجود قسم للعناية المركزة، أيضا مجهز وتم تجهيزه بفواصل بسعة 10 أسرة كعناية مركزة مع تنفس صناعي. وأيضا في مستشفى جبلة تم تخصيص قسم كامل للعزل، وإن شاء الله بإذن الله تكون الاستعدادات جيدة. نعم، ماذا عن أنت حدثنا الآن عن مستشفى السحول، ماذا عن مستشفى جبلة؟ هل هناك أيضا استعدادات لمواجهة الفيروس؟ هو مش مستشفى السحول، هو مركز العزل في السحول. أيوة، في مستشفى جبلة أيضا تم تجهيز من قبل بأشهر، تم تخصيص قسم كامل كعزل مركز عزل، تم أيضا إقامة تدريبات ودورات في المستشفى لتدريب مجموعة من الأطباء والممرضين من جميع الكادر الصحي. وأيضا في هناك دورة تدريبية في مركز السحول أيضا لنفس الهدف. أيضا إضافة، هل هناك أجهزة تنفس أيضا في جامعة مستشفى جبلة؟ نعم، موجودة أجهزة تنفس صناعي. كم عددها؟ بحدود خمسة. خمسة، جميل. طيب ما مدى وعي الناس دكتور عمار؟ ما مدى وعي الناس يعني هذه الجائحة، تقبلهم للعديد من النصائح، التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي والمحافظة على غسل اليدين ولبس الكمامات وكل ذلك؟
والله للأسف أنه لحد الآن يعني شيء مؤسف أننا نقول هذا الكلام، لكن هذا الحاصل وهذه الحقيقة. لحد الآن نلاحظ أنه ما زال البعض يعني في مجموعة كبيرة فاهمين المشكلة، فاهمين حجم المشكلة، فاهمين إيش المفروض أنه يعني إيش الفيروس وإيش عمل بالعالم كله، لكن إلى الآن نلاحظ أنه ناس كثير لا زالوا يعني غير مهتمين بالموضوع، أو حتى كأنهم مش مصدقين. يعني تحصل يعني رغم هذا كله نجي نشوف، يعني أقول لك بتشبيه كذا، إحنا كالأطفال يعني لما تقول للطفل هذا حامي ما يفهمش إلا لما يحرق، إحنا بالنسبة يشوف هكذا، ما بيصدق، ما بيحس، ما بيتجع إلا لما يكون في من جنبه حد مات يعني، أو حد تعرض للفيروس بالفعل. المشكلة إنه يعني أقفلت المدارس وتوقف العمل وكذا، وتجي تشوفوهم مختلطين في المقايل، مختلطين في الأسواق. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عمار العجمي، ماجستير جراحة عام مستشفى جبلة الجامعي، كنت معنا عبر الهاتف من إب. عودة إليك دكتور آدم، في المحافظة التي تعد أصغر من محافظة تعز كثافة في السكان وفي الإعداد، وأيضا يعني تعز تقع تحت يعني سلطة الشرعية، 15 جهاز تنفس لديهم مقابل 8 أجهزة زائد 2 من منظمة الصحة أضافتهم لاحقا، كيف تقرأ هذه المفارقة؟ يعني مع الأسف أختي العزيزة، يعني لا نعلم سياسة التوزيع، لكن أعتقد أن هناك يعني لا يوجد عدالة في التوزيع، سواء حتى على المستوى الحكومي. يعني المفروض تكون هناك يعني عدالة في التوزيع حسب التعداد السكاني. نحن في تعز يعني أكبر محافظة كثافة سكانية، لكن العدد الذي يصل إلينا سواء حتى في سيارات الإسعاف التي وصلت من منظمة الصحة العالمية، يعني نتفاجأ أن بعض المحافظات مثل محافظة لاحق لديها تقريبا 12 سيارة إسعاف، ومحافظة تعز تقريبا 6 سيارة إسعاف. يعني لا ندري كيف آلية التقسيم أو آلية التوزيع للمحافظات، وحتى على مستوى أجهزة التنفس الصناعي وصلت أجهزة تقريبا أكثر من 65 جهاز تنفس صناعي، وما وصل لمدينة تعز هو جهازين تنفس صناعي، وهذا يعني أمر بصراحة لا ندري كيف تم التوزيع. من المعني بالسؤال عن هذا الأمر؟ يعني هل مكتب الصحة في تعز أم السلطة المحلية؟ قبل كل شيء المعني هي الحكومة، الحكومة في الأساس ووزارة الصحة وأيضا السلطات المحلية وخصوصا المحافظة، يعني هي المسؤولة الأولى يعني عن هذه الأشياء. يعني هو التقسيم يأتي على مستوى الحكومة، بعدين على مستوى وزارة الصحة، ثم المحافظة. يعني هناك القرارات حتى قرارات المحافظة، يعني نتفاجأ أنه هناك بالأمس أو قبل أمس قرارات لكن لم تنفذ شيء على أرض الواقع. يعني المساجد نفذت قرار. نعم. مثل ماذا القرارات؟ كنت تتحدث عن المساجد وماذا أيضا؟ يعني القرارات قلت مثل إغلاق المنافذ وإغلاق الجوامع والأسواق وأماكن التجمعات. يعني نتفاجأ أنه اليوم وأمس يعني الجوامع مليانة مصلين، الأسواق مليانة ناس، المنافذ مفتوحة. يعني لم يتم تطبيق خطة طوارئ محكمة لمواجهة الوباء. يعني نحن في وباء خطير وحذرنا منه أكثر مرة، نقول لهم يعني الوضع خطير، عادوا كانت الحالة في محافظة حضرموت ثم عدن ثم إن وصلت إلى تعز. إلى الآن لم يعني تنفذ خطة طوارئ عاقلة. صحيح أنه تم هناك أشياء لكن أغلبها غالبا أو أعتقد أنها كلها حبر على ورق. يعني إلى الآن لم يتم إعلان حالة الطوارئ في المدينة بالشكل المطلوب. يعني الناس في السوق اليوم فكأنه في أيام العيد، يعني لا يفرق شيء، ولم يكن هناك اي اجراءات صارمه تجاه حتى المستشفى حتى الجوامع والاسواق المركزيه ايضا. لماذا برايك؟ هل هناك خشيه ايضا على مساله ان اغلب يعني اليمنيين يعملون بالاجر اليومي، بائع الذي في البوفيا، بائع الذي في محل الملابس، اذا ما تم اغلاق كل ذلك سينعكس سلبا ايضا على حياه الناس، هل تتوقع انه لم يكن هناك صرامه في هذا الامر لهذا السبب؟ صحيح صحيح، هناك يعني اشياء يعني استثناءات خصوصا مع الوضع المعيشي والفقر الموجود على مستوى الوطن وعلى مستوى تعز بشكل خاص. يعني
لكن يعني يتم هناك في هناك اشياء لا تضر يعني بالمواطن مثل اغلاق القوامع. يعني اعتقد انه ما فيش اشياء اغلاق القوامع مثلا او الاسواق المركزيه الكبرى يعني او الحد منها اقل شيء او الزامهم يعني باتخاذ مثلا الاجراءات الكمامات المعقمات الى اخره اذا كان يعني خوفا على مصدر رزقهم او خوفا على الناس يعني من الوضع المعيشي. نعم. اذا بالنسبه للمنافذ ايضا دكتور، يعني نعلم تماما مدى الانتشار من خلال التنقل بين المحافظات، وتعز قريبه من عدن وهناك حالات اكثر في عدن، ايضا العائدين من دول الخليج برا، كل ذلك يشكل خطر حقيقي. هل هناك اجراءات اتخذت كعزل هؤلاء لمده 14 يوم في محاجر صحيه مؤقته؟ ايوه نعم، هناك اتخاذ كان هناك اتخاذ اجراءات، لكن يعني كما تعلمين انه هناك يعني ليست بالاجراءات المشدده يعني بالشكل المطلوب. يعني حتى احيانا ثقافه المواطنين، يعني اذا حجر في المكان الخاص او المخصص له، يعني نتفاجا بانه ياتي ناس وساطات وكذا الى يعني الى الموجودين او القائمين على المحاجر واخرجوهم بالقوه او اخرجوهم بالوساطات. يعني هناك اشياء صح هناك يعني امكانات بسيطه جدا في المحاجر، وامكانات يعني لا ترقى الى ان تحجر الناس 14 يوم او 21 يوم، لكن من المفترض ان يكون هناك مراقبه حتى على مستوى البيوت. يعني اذا تم الحجر في البيوت يعني يتم التثقيف والمراقبه وتوصيل الادوات والمعقمات الى البيوت يعني وتوعيه الناس بهذه الاشياء. نعم. اذا يعني الا توجد مخاوف من ان تخرج الامور عن السيطره بتعز، خصوصا مع الكثافه البشريه وقله الامكانات الطبيه؟ اكيد هناك مخاوف، لكن الوضع يعني هذا الوضع على مستوى العالم، وضعنا كما تعرفين يعني في على مستوى اليمن ومستوى على ايضا محافظه تعز المحاصره منذ اكثر من 5 سنوات. لكن نسأل الله السلامة، ويعني معركتنا الوحيدة هي معركة وعي وثقافة ومعركة وقاية ضد هذا الفيروس. أما بالنسبة للعلاج فالعلاج يعني بسيط جدا، لا توجد علاج ولا يوجد لقاح إلى الآن. هناك فقط معالجة أعراض وهناك معالجة مضاعفات. أما بالنسبة لأدوية خاصة بوباء كورونا لا يوجد كما تعرفين أو كما يعرف العالم كله يعني. فنحن يعني نناشد الناس منذ فترة وندعو الناس إلى الوقاية وأخذ الحذر ويعني تجنب اماكن الازدحام وغسل اليدين والى اخره. فهذه هي المعركه وهذه هي الاهم الان بالنسبه لنا. نعم. اذا هناك من يتساءل دكتور ادم عن حقيقه رفض بعض المستشفيات او الاطباء لاستقبال حالات مشتبه بها بانها مصابه، فما حقيقه ذلك؟ صحيح انه هناك بعض المستشفيات الخاصه ترفض هذه الاشياء، لكن طبعا الوضع بالنسبه للوضع ككل الوضع كارثي يعني، ويعني والكل ملزم بان يستقبل الحالات ويعالج الحالات ما اذا تم توفير لهم ادوات السلامه. يعني مثل المستشفيات الخاصه من المفترض ان كانت هناك السلطات الرسميه اجتمعت في المستشفيات الحكوميه والخاصه بان يتم تجهيز غرف عزل في المستشفيات ويتم يعني عزل المصابين او عزل اي حاله مشتبهه تصل اليهم إلى أن يتم أخذ العينة والإعلان عن النتيجة. إذا كانت مؤكدة يتم نقلها إلى مركز العزل، وإذا كانت حالة يعني تظل مشتبهة مثلا أو سلبية يتم معالجتها في المستشفى أو تحويلها إلى مستشفى آخر. لكن لا نجد هذه القرارات لم تطبق على وجه الأرض إلى الآن. يعني حتى المستشفيات نفسها ما يعني بعض المستشفيات خصوصا الخاصة يعني لم تجهز هذه الأشياء وترفض هذه الأشياء، مع العلم أن هناك وباء ويعني وكل المستشفيات ملزمة بأن توفر الغرف العازل للمواطنين. وإذا انتشر الوباء لا قدر الله وانتشر الوباء لكل المدينة وانتشر بشكل كبير، سيضطر الجميع إلى استقبال الحالات. بالنسبة لما ذكرتي بعض الطواقم الطبية بالفعل يعني ونحن لا نلومهم، يعني الطاقم الطبي إذا لم يوفر له أدوات الحماية الشخصية ويوفر له السكن الآمن، طبعا لما يكون يشتغل في مركز العزل صعب أنه يروح بين أسرته وأبنائه وأخوته مثلا في البيت. يعني لازم يوفر له المكان الآمن مثلا أو السكن في المستشفى والتغذية الجيدة، وأيضا المستحقات له يعني لا قدر الله وحصل له شيء يكون هناك راتب أو أشياء مترتبة أو أشياء مستمرة لأسرته ولأهله. يعني
بنفس الوقت وهو الأهم يعني وسائل الحماية الشخصية الذي يعني الذي هي الآن نعاني منها، وهناك شحة في هذه المستلزمات، وبعض الأطباء كما ذكرتي صح هناك انسحاب أو هناك تخوف من بعض الزملاء أو من بعض الطواقم الطبية، وهذا يعني معهم حق، لأنه نحن عندما نذهب بالطواقم الطبية أو عندما نذهب إلى الحالات ونتابع الحالات ونعالج الحالات ونحن لا يوجد لدينا أدوات حماية، يعني نذهب إلى المحرقة. فإذا ذهبت الطواقم الطبية فسيكون الوضع كارثي أكثر، إذا لا قدر الله أصيبت الكوارث الطبية أو توفي البعض منها كما حدث في بعض الدول، يعني كان نسبة كبيرة من الوفيات من الطواقم الطبية، وهذا يؤدي إلى تفاقم الكارثة. سينعدم علينا سيقل العدد الكادر الذي يواجه هذه الكارثة، حتى الناس ستموت الناس أيضا بالأمراض الأخرى، أمراض الملاريا وغيره إلى آخره، إذا أنهكت الطواقم الطبية وإذا توفت الكثير من هذه الطواقم الطبية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور آدم الجعيدي، المدرب في مواجهة ومعالجة كورونا وعضو غرفة الطوارئ بمكتب الصحة بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. ونذهب مشاهدينا الكرام إلى أحد شهود معركة أوروبا، إحدى دول أوروبا والتي خاضتها ضد فيروس كورونا. ينضم معنا الدكتور مروان الغفوري عبر سكايب، استشاري القلب والعناية المركزة من ولاية إسن ألمانيا. مساء الخير دكتور مروان. مساء الفل، أهلا بك دكتور مروان. كيف تقيم معركة اليمنيين المحتملة ضد فيروس كورونا؟ اولا المعركه لابد ان تجري على مستويين، المستوى الاول مستوى شعبي، والمستوى الثاني مستوى سلطوي او حكومي. في البدايه هذا وباء خطير للغايه، وبامكانه فعلا ان يدمر النظام الطبي خلال ايام قليله. الخطوه رقم واحد هي الاعتراف بان هناك مشكله، ثم ثانيا على السلطات ان تجري جسرا مع المجتمع، ومن خلال هذا الجسر تخوض عمليه مواجهه هذا الفيروس. نحن نقول، وهذا ما تعلمناه وما عرفناه هنا في المانيا مثلا على سبيل المثال، انه لابد ان تقوم الاستراتيجيه على خمس نقاط. اول النقطه الاولى هي ان يفرز المجتمع الى خانات خمس، بمعنى لابد ان اعرف أنا من هم المصابون؟ من هم الذين يعانون من أعراض ولكن لم يتأكد بعد عن طريق الفحص ما إذا كانوا قد أصيبوا أو لا؟ بمعنى المصابون رقم واحد، المشتبهون رقم اثنين، المحتملون رقم ثلاثة، المخالطون الذين لم تظهر عليهم أعراض وبالتالي أنا مش عارف إذا كانوا مصابين أو لا، رقم أربعة المتعافون، بمعنى الذين أصيبوا بالفعل وخرجوا من الدائرة، خمسة الذين لا يعانون من أي أعراض ولم يخالطوا ولم يصابوا من قبل. لابد أن يفرز المجتمع إلى خمس حقول. أولا لكي بالإمكان أن نجري ننتقل الخطوة الثانية، ألا وهي تريسينج، التتبع، بمعنى إحنا بنعرف جيدا أنه إذا كان لدينا خمس حالات في العناية المركزة كما قيل في عادة، فهذا يعني أنه لدينا في الخارج 100 حالة، لانه لكي تحصلي على خمس حالات في العنايه المركزه هذا يعني انه هناك 100 حاله في الخارج، ال 100 حاله في الخارج تعني انها اصيبت خلال الاسبوعين اللي فاتوا، لانه الفيروس يتمتع بفتره حضانه تصل 4 ايام الى 15 يوم. بمعنى انه ال 100 حاله اصيبت من حالات اخرى تواجدت في الاسبوعين اللي فاتوا. لذلك احنا سندخل في المشكله المعقده، وهي انه المريض صفر، نحن ليس لدينا اي فكره عنه. وإذا كنا ما احناش عارفين المريض رقم صفر، فإحنا مش ما احناش عارفين ما يسميه الألمان الدونكل تيفن أو الأرقام الشبحية. هناك مشكلة حقيقية. قبل قليل أعلنت يعني في الساعات اللي فاتوا كان في تصريح لمنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لليمن، بتقول اللي هي ليز غان، بتقول إنه من المحتمل أن تصل حالة الإصابة في اليمن إلى 16 مليون حالة. طبعا هذا الاعلان المدوي شبيه بالجمله التي قالها رئيس وزراء انجلترا، استعدوا لفقدان احبائكم، ولكن اذا افترضنا ان اليمن مقدم على 16 مليون حاله واخذنا معدل وفيات في العالم 3 و14%، فنحن نتحدث عن 500 ألف حاله وفاه.
خلال الأسابيع إلى الشهور الماضية. إلا أن هذه ليست المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية التي أشار لها الزميل سابقا هو أنه أن يسقط النظام الطبي، وليس أن يمرض الناس، أن يسقط النظام الطبي رقم واحد لأن هناك هلع. لكن هل هناك نظام طبي بالأصل دكتور؟ يعني نستطيع الحديث عن، يحدثنا الدكتور عن جهازي تنفس قدمتهم مكتب يعني الصحة العالمي، يعني مقابل مدينة تعز بكثافتها السكانية، يعني 2+8 من سابق 10 أجهزة تنفس عمليا. يعني في النهاية احنا لدينا تعريف لما يسمى بالمؤسسة الطبية أو المنظومة الطبية، عمر هذا التعريف حوالي 700 سنة، وهو يقول أنهم الجراحون، الأطباء، الصيادلة، والمخبريون، زمان كان الحلاقون رقم 5 كانوا جزء من المنظومة الطبية. ففي منظومة طبية، لكن إلى أي مستوى هذه المنظومة الطبية كافية، وإلى أي مستوى هذه المنظومة الطبية كفأة، يأتي سؤال الكفاءة والكفاية في النهاية. إن يكون في عندك محافظة من 3.5 مليون إلى 4 مليون فيها جهازين تنفس اصطناعي، أنت أمام كارثة. وأنا أعتقد إنه إحنا لسنا وحيدين في هذا المشهد، بمعنى إنه المقالة اللي كتبها أبي أحمد رئيس الحكومة في أثيوبيا في الفاينانشال تايمز من حوالي تقريبا 3 أسابيع، قال مثلا إنه يخاطب الأوروبيين، قال حتى النصائح التي تقدمونها للعالم أنتم وتطلبون من العالم أن يغسلوا أيديهم، حتى هذه الوسيلة وهي غسل اليد بالماء النظيف ليست متوفرة لدينا لا في أثيوبيا ولا في أفريقيا. واليمن هي جزء من هذا العالم الرف في العالم الثالث، الذي يمكن فعلا أن يسقط بشكل مدوي وسريع في الكارثة. إذا يعني شوفي، في نقطة غاية الأهمية فيما يخص اليمن. أولا أنها معزولة، وكان بالإمكان أن تكون هذه القضية الوحيدة للعزلة. ثانيا أن 70% من اليمن ريف و30% مدينة، يعتمد الفيروس في المقام الأول على المدن وعلى كثافة السكان. لذلك أنت تلاحظ مثلا هنا في ألمانيا، في غرب ألمانيا حيث تقريبا ربع السكان هي المنطقة الموبوءة. في شرق ألمانيا في مثل زاكسن أنها منطقة كبيرة وممتدة كمساحة، لكن فيها عدد سكان خفيف. أعلنت الحكومة أنها ستلغي كل الإجراءات، إجراءات الحجر والإغلاق في الأسبوع القادم لو ما فيش حالات، بمعنى يعتمد الفيروس على الكثافة السكانية في المدن. هذا يدفعني الى القول او الى تخيل المساله او تخيل المشكله كالتالي، انه لنقول ان 70% في الريف هؤلاء معزولون. يعني كان في وصايا مثلا في القرن عندما حصل، بمعنى واقعين في حجر اصلا، كان في وصيه في سنه 1345 عندما اشتعل الطاعون في اوروبا، قيل بانه الاطباء وقفوا عاجزين فقالوا اوكي اهربوا للجبال والقرى. وهذه النصيحة لا يزال يعمل بها حتى مثلا في الأمازون، في غابة الأمازون في البرازيل، القبائل البدائية وزعت نفسها لمجموعات صغيرة واختفت في الغابة، هربت من الفيروس. بمعنى أنه، لكن مشكلة كمان أساسية كالتالي، أنه هل اليمن في انتظار الموجة أم أن الموجة عدت بالفعل؟ هذا هو السؤال المطروح على كل أمة لحد الآن، وأنا أعتقد أنه أصبح من حقنا الآن أن نطرحه على اليمن. أنا أعتقد أن المسألة الوباء موجود منذ فترة، أقل شيء يعني إذا أخذنا مثلا 5 حالات الموجودة في عدن، فال5 حالات الموجودة في العناية المركزة في عدن تعني أن الفيروس موجود منذ 6 أسابيع. وأنا أعتقد أن الفيروس مش موجود فقط من 6 أسابيع، ولكن عبر نموذج كنت أنا مصمم نموذج إحصائي بسيط أو نموذج رياضي بسيط، أنا أعتقد أن الفيروس متواجد من حوالي 8 إلى 10 أسابيع في اليمن. هذا يعني انه عدم اكتشاف الفيروس دكتور، هل يعني هذا مؤشر الى انه يعني مؤشر جيد ام انه مؤشر سلبي؟ يعني نحن لا نعلم تماما كم عدد الذين توفوا، لا نعلم هل توفوا فعلا بسبب كورونا ام باسباب اخرى. يعني مثلا في صنعاء هناك الكثير من الحالات التي تم يعني توفوا بفيروس او يعني اعراض مشابهه كثيره لفيروس كورونا وتم توصيفها باوصاف اخرى. شوفي، هي المشكله اعتقد التي بتواجهها اليمن وكمان دول اخرى في افريقيا وفي اسيا مثل مثلا الهند، هي انه انا لست بحاجه الى المعلومات اذا كنت مش يعني حقدر استخدم هذه المعلومات. بمعنى انه بامكاني ان اجري فحص رهيب للناس واعرف كم اصيبوا من الناس، ولكن لابد ان يكون لدي استراتيجيه معينه وقدره معينه للتعامل مع المعلومات.
في الهند مثلا أجروا الفحص يعني فحص لحوالي 300,000 يعني 340,000 في بلد فيه 1,300,000,000 وتوقفوا، يعني بيقول الفحص بشكل خفيف للغاية، لأنه تعلم الحكومة الهندية أنه منظومتها الطبية مش كافية، وبالتالي لو جمعت أكبر قدر المعلومات سينهار النظام الطبي أمام المعلومات قبل ما ينهار أمام المرضى. أنا أعتقد أنه الاستراتيجية التي بتبعها الحوثيين هي كالتالي، وأنا هذه الإشارات التي استطعت أن أحصل عليها من أطباء ومسؤولين هناك، أنه خلي المرض يمشي، لأنه إذا اعترفنا بالمرض أو قمنا بعملية رصد أو حش أو جمعنا المعلومات وبدأنا نحللها فإحنا لسنا قادرين أولا لا على تشكيل استراتيجية مواجهة، ثانيا لن نكون قادرين أيضا على أن نحتوي الوباء بشكل عام في مقدمة المشاكل الأساسية، وهذا اللي بسمعه إنه الفزع الذي سيجتاح القطاع الطبي وسينهار القطاع الطبي المتهالك، لذلك خليها تمشي بالبركة زيها زي أي وباء في الماضي. نعم، إذا دكتور هناك يعني رأيان يظهران الآن على الساحة اليابانية، رأي يقول نعم المعركة هي معركة وعي ولا بد للجميع أن يدرك مدى خطورة هذا الفيروس وعليه اتباع على الأقل، يعني كما ربما أنت تحدث هناك مستويين شعبي وسلطوي، على الأقل المستوى الشعبي أن يدرك ما عليه من مسؤوليات. طرف آخر يقول عن ماذا تتحدثون، عن أي وعي تتحدثون في ظل الفقر والمرض والشعب الذي ذاق ألوان الموت فلن يضيره كورونا أو غيره، كيف ترجح الرأيين دكتور؟ هي المشكلة الأساسية في المجتمع هي أنه توقيت الفيروس كان سيئا، لأنه وصل في رمضان، ورمضان هو عبارة عن احتفالية اجتماعية. نعم، بمجرد أن نعلن عن وجود الوباء فهذا يعني التالي: رقم واحد أن رمضان في المعنى الاجتماعي لابد أن ينتهي. رقم اثنين الطقوس العبادية ذات الطبيعة الجماعية لابد أن تنتهي، بمعنى الصلوات الجماعية، صلوات الجمعة، صلوات التراويح والأعياد. رقم ثلاثة الفعاليات الاجتماعية المصاحبة لرمضان مثل التزاور والأسواق الشعبية وصلة الأرحام بالمعنى الديني لابد أن تنتهي. هذا يعني أنه فعلا إحنا أمام مشكلة معقدة، وهي سوء توقيت وصول للوصول الفيروس، وهذه مشكلة في غاية التعقيد. لذلك أنا أعتقد أنه مواجهة الفيروس أولا ما فيش دواء معين، ثانيا كل الاستراتيجيات التي نتخذها نحن في مواجهة الفيروس هي بالضبط ما كتبها ابن سينا في القانون في القرن الحادي عشر الميلادي، بمعنى عدنا إلى القرون الوسطى. لذلك لا تنظر إلى السلطات ولا إلى منظمة الصحة العالمية، اللعبة في بيدك، بمعنى لابد أن نجري إعادة هيكلة لنظامنا الاجتماعي. ما فيش سفر من القرى إلى المدن، العائدون من المدن إلى القرى لابد أن يعزلوا في بيوتهم لمدة أقل حاجة أسبوعين، وإذا ما ظهرش عليهم الأعراض بعدها بإمكانهم أن يجوا اتصال مع الآخرين. ثالث شيء النظافة الشخصية على كل المستويات، وإذا كان اليمن 70% ريف و 30% في المدينة فبإمكاننا أن نقول أن 70% في الريف قادرين فعلا على أن يديروا المسألة، لأن الريف رقم واحد هو خفيف كثافة سكانية، رقم اثنين هو معزول عن مناطق الوباء. اللعبة ممكنة، بمعنى إدارة الصراع مع إحنا ما الذي فعلنا؟ ألمانيا ستعود الأسبوع القادم إلى الحياة، وعادت النمسا من أسبوعين إلى الحياة، وستعود فرنسا بعد أسبوع إلى الحياة، وستفتح المدارس في ألمانيا. ما الذي فعلنا؟ ما اخترعنا لا دواء ولا اخترعنا لقاح. كل الحكاية أنه أجرينا إعادة هندسة للانضمام الاجتماعي، وبالتالي أنا ما أطلعش ممنوع أطلع إلا بكمامة. الوقوف في المتاجر لابد أن يقف الشخص على بعد 100 ونص إلى متر من الشخص الآخر. الفعاليات الاجتماعية المزدحمة مثل الكرنفالات ولعب كرة القدم والاحتفالات ذات الطبيعة الدينية والصلوات في الكنائس، كل هذه خففت، بمعنى أنه ما يكونش في مثلا في برلين في قانون جيد يقول ما يكونش في مظاهرة فيها أكثر من 50 شخص، بمعنى أنه كل اللي إحنا الآن نزلنا هبطنا في ألمانيا هبطنا من الموضوع، وهذا الهبوط حصل فقط عن طريق إعادة صياغة أو هيكلة أو هندسة نظامنا الاجتماعي مش أكثر. وهذا انا اذا كنا مثلا اعود الى السؤال الاول، هل اليمن تنتظر الموجه ام ان الموجه قد عدت؟ انا بعتقد انه خلينا نفترض انه الموجه قد عدت ومش انه الموجه لسه قادمه. اذا كانت الموجه قد عدت معنى انه بامكاننا الان ان نقول انه ما فيش تجمعات، ما فيش صلوات جماعيه، تباعد، المطاعم المركزيه لابد ان تغلق، الاسواق المركزيه لابد، الاسواق العامه والشعبيه لابد ان تغلق لفتره معينه لمده اسبوعين الى شهر
وبعدين يعاد تقييم كل هذه الاجراءات. نعم، هذه الاجراءات دكتور يمكن تطبيقها بوجود دوله حقيقيه؟ تم الاعلان عن هذه الاجراءات او فرض حاله الطوارئ في عدن لمده 3 ايام، لم يستجب احد. في تعز تم الاعلان بالامس، اليوم يقال بانه كانه عيد، يعني في الاسواق وفي المساجد وكان شيئا لم يكن، ولم يفرض تفرض بعض الاجراءات بالقوه، لا لم تغلق، يعني تعلم تماما، يعني اذا كان نحن نعيش في بلدان تعد متطوره، ولكن فرض حظر التجوال فرض على الناس وتمت الاستجابه فيما بعد، ما بالك باليمن الذي يعني يكسرون القواعد ولا يوجد من يعني يجبرهم على ذلك؟ شوفي، في مثلا في إيطاليا وفي البرازيل شاركت عصابات المافيا في إخضاع الشعب للحجر الصحي، بمعنى أنه مسألة إعادة إخضاع المجتمع إجباريا لشكل ما من أشكال التنظيم ما هو صعب. الحوثيون أعتقد أنهم قادرين على أنه يجروا هذا الإخضاع في مناطقهم. السلطات في اليمن أو في الجمهورية اليمنية قادرة فعلا بشكل ما من أشكال أن تخضع الناس، لكن المسؤولية، لذلك أنا بقول دائما أن هناك مواجهة الفيروس لابد أن تجري عبر منظومات مش انفعالات. المنظومات هذه في البداية هي منظومة حقيقة أو منظومة المعلومة، لابد أن تصل المعلومة إلى الناس، لابد أن يجري وزير الصحة في عدن، وزير الصحة في صنعاء بشكل متكرر، اتصال ما مباشر مع الجماهير من خلاله، أحد يصفون بكلمات قليلة ولكنها to the point واضحة عن خارطة الوباء وحالة الوباء، وبالتالي على الناس أن تعرف بالضبط مدى ما هو الخطر الذي يتهددهم وما مدى وجود هذا الخطر. ثم ثانيا منظومة ثانية ومنظومة نفسية، معناها لابد أن فعلا أن ينور الناس على المدار، لأنه أنت لا يمكنك أن تتعاملي مع خطر على المستوى الفردي إذا لم تكوني قد فهمت بالضبط ما هو هذا الخطر. رقم ثلاثة، عملية تنوير مستمرة من خلال رجال الدين ورجال الثقافة والمعرفة ورجال السياسة، كان في إيطاليا حتى لاعبي كرة القدم ظهروا على التلفزيونات وتحدثوا إلى الناس، لابد أن يكون هناك عملية تنوير مستمرة أو إيحاء خارجي مستمر يتلقاها الفرد على مدار اللحظة. مشكلتنا في اليمن التالي، رقم واحد إنه احنا عدنا للقرن الرابع إلى الثالث عشر والثاني عشر والقرن الأحد عشر، عندما وقف العلماء في أسبانيا وفي فرنسا أمام وباء من الأوبئة وقالوا بأنه الحل الوحيد هو الصلاة، ودخلنا الحل الوحيد ما هو الصلاة، الحل الوحيد هو أن نعيد هيكلة نظامنا الاجتماعي وأن يشارك رجال الدين وبشكل واضح للغاية في نشر الوعي وفي تحذير الناس، بس مش عبر الجوامع، مش عبر وصلينا ولم نخش الكورونا، وإنما عبر وسائل أخرى، معنا حتى عبر عندنا قنوات فضائية إلى ما لا نهاية، بمعنى إنه بإمكاننا فعلا أن نجري اتصال ما بين مع الجماهير عبر الراديو، عبر بودكاست، عبر زوم، وعبر حلقات نقاش وتوعية على مدار اللحظة. لكن نحن بنواجه إنكار شامل في الشمال وتشكيك شامل في الجنوب بالوباء، وهذه هي المعضلة. إذن شكرا جزيلا لك دكتور مروان الغفور، استشاري قلب وعناية مركزة، كنت معنا عبر سكايب من ولاية إسن ألمانيا. وأشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم مخاطر هذا الوباء. دامت اليمن ودمتم بأمن الله ورعايته.